اولا اليوم النقاش اللي مطروح حول النظام ديال الارث واللي كان موضوع ديال البحث تقدمت به الجمعيه ديال النساء المغربيات للبحث والتنميه في الكليه ديال الحقوق ديال الرباط. هذا بحث مهم يجب الانتباه الى ما يحمله. لماذا؟ لان اولا القضيه ديال النساء هي قضيه مجتمعيه، ثانيا لان النساء يساهمن في الاقتصاد ديال البلاد ولو عنصر بالفعل اساسي في الحفاظ على التماسك الاجتماعي، يعني تقريبا 21 ديال الاسر المعيل الوحيد ديالها هو المراه. اليوم المساله ديال الحقوق بالفعل في المغرب منذ 1957 الى اليوم كانت واحد المسيره اللي فيها نضال ديال الحركه النسائيه المغربيه اللي بفضلها وفضل الضغوطات والمسيرات اللي كانت عملات والمرافعات والمقترحات وصلنا لقانون الاسره. هذا القانون الاسره جاب ما هو ايجابي ولكن اصبح اليوم متجاوزا. ضروري اننا نتكلموا على قضايا اللي هي مهمه. بالفعل السياق العام فاش كنتكلموا الازمه العالميه والتداعيات ديالها على بلادنا، الارتفاع ديال الاسعار، اتساع دائره الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعيه والمجاليه، يعني كيقولوا بعض المغاربه انهم ربما ماشي الوقت ديال نطرحوا هذا الموضوع هذا، انا كنقول بالعكس هذا داخل في اطار التوزيع العادل للثروه، لان المراه المغربيه ما كتستافدش تحت ذريعه واحد التاويل اللي هو بائد ديال 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 الدين وتغييب المقاصد ديالو ديال العداله، انهم مازالين حنا حاصلين في الذكر مثل حظ الانثيين، وانهم ملي كتكون هذه المساله هذه حتى هي ما كتطبقش. حنا كنقولوا كاينه الوصيه، يمكن اننا نتجاوزوا بها هذا الشيء باش نحسنوا الاسر اللي فيها غير البنات لانها كتضيع، وكاين قضايا اللي هي مؤلمه جدا، كتلقى البنت شرات الدار ودارتها في اسم الاب ومن بعد توفى الاب كيجيو يعني الناس هذاك يعني التعصيب كيجيو. كاين كذلك البنوه وكاين الطفل الكفيل ما كيستافدش، كاين المراه اللي عندها جنسيه غير مغربيه ومزوجه بمغربي ما كتستافدش. هذه القضايا كلها خصها تطرح، حتى شي قضيه ما هي يعني ثانويه، لاننا نريد ان نتقدم باتجاه بناء دوله الحق والقانون، وتنظنوا بان المدخل ديال النهوض باوضاع النساء في بلادنا اساسي. ملي دخلت المراه للمدرسه، ملي دخلت العالم الشغل، كانت هناك قفزه نوعيه. ملي حصل يعني هذاك التحول الديموغرافي من 7.4 ديال الاطفال في الاسره حتى ل 2.2، هذه كلها معطيات يعني اهلات المراه باش تلعب ادوار اكثر. الولوج لمراكز القرار هادشي كلها خصنا يعني نعالجوها بهدوء، لانه القضيه ديال المراه فوق ما كنتكلموا عليها كيكون هناك تقاطف في المجتمع ما بين التوجه الحداثي وما بين واحد التوجه محافظ. حنا نطالب اليوم باعمال العقل وباعمال المنطق وباعمال القيم الرفيعه الانسانيه من اجل احقاق حقوق النساء كامله. هذا النقاش كيندرج في اطار تصورنا للمجتمع المغربي، كيندرج في اطار انصاتنا لنبض المجتمع المغربي لمجموع التحولات اللي جرات فيه واللي بالتاكيد كتستدعي اننا نفكروا فيها بشكل هادئ ورصين، بشكل كيتدخلوا فيه جميع الفاعلين السياسيين، انثروبولوجيين، علماء الاجتماع، الفقهاء، علماء الاقتصاد، كل واحد من جانبه باش يعطيونا تصور نمط العلاقات في المجتمع المغربي اللي عرفت واحد التحول كبير. اليوم لما كنتكلموا على نظام الارث كنتكلموا على حق من الحقوق الاقتصاديه، تنتكلموا على موقع المرأة والرجل في المجتمع من حيث إنتاج الثروة، من حيث الإشراف على الأسرة، من حيث تبدل هذه العلاقات اللي كانت تقليدية في الأسرة واللي كان مقبول فيها جدا المنظومة الحالية. اليوم لما كنتكلموا على نظام الإرث حنا واعين بأن هذا إشكال كبير، لأنه كيتقاطع فيه الاقتصادي بما هو شرعي بما هو ديني. واليوم حنا في الاتحاد الاشتراكي ندعو الى اسلام متنور، لان مرجعيتنا وثوابت الامه دائما مستحضره وهي موجوده في دستورنا، ولكن دستورنا ايضا في مبدا عدم التمييز بين الاناث والذكور، فيه ايضا مبدا المساواه بين النساء والرجال. اليوم تفكيرنا ضروره تفكيرنا في ان ترسانتنا القانونيه في تصورنا لمجتمعنا يكون منسجم مع دستورنا اللي هو نتاج نتاع المغاربه كاملين اشتركنا فيه احنا كمغاربه كلنا، صوتنا عليه كمغاربه احنا كلنا. اليوم فقط نطالب بواحد تفكير، بواحد الحوار رصين بدون احكام مسبقه، بدون تصنيف الاشرار والاخيار. احنا كلنا مغاربه، هدفنا هو ان مجتمعنا ما تكونش فيه مفارقات، مجتمع متضامن، مجتمع حداثي. مغرب الالفيه الثالثه بطبيعه الحال يختلف تماما على مغرب الالفيه السابقه، ولكنه امتداد لها، لان المغرب جذوره دائما ممتده لا قطائع ولكن في تطور مستمر.